هات فرات، ابن حلال كنت رح اتصل فيه. الو فرات. الو ميران، ما في تقرير بالدفن ولا شهادة وفاة، يعني ما في ولا اي وثيقة بتثبت انه مدفون هنيك. كان الحق معك يا اخي، لازم نشوف القبر باسرع وقت. تمام، لكن انا جاي فورا. انا مضطر اطلع، ما راح تملي مو هيك؟ لا مو قصة اني مل، انت لوين راي؟ انا لازم اروح شوف فرات، وضعه مو عاجبني ابدا. اي ماشي روح شوفه، اساسا امي اسماء متضايقه علي. نحن لازم نخليهم يتصالحوا ميران، انا ما عاد بدي ابدا يصير اي خناق بهذا القصر. بتمنى اشوف الكل مبسوطين، بعدين هنن بيضلوا أم وابنه، رح نساعدهم مو هيك؟ ايه طبعا رح نخلي كل شي يصير أحلى يا حبيبة قلبي. بس لا تتأخر كتير ميرا. تمام. يا ترى أنت خلصتي؟ خلصت، وحتى ضبيت أغراض جنول كمان. معناتها أنت حكيتي معها؟ لا والله لسه، رح أحكي لها بالطريق. طيب بلكي ما وافقت تروح؟ تخلت عن زواجها مشان أخوها، ليش لحتى ما تروح معي؟ وبعدين جنول ما عاد حبت العيشة هون، وأنا ما عاد بدي نضل هون، بدي آخذها ونروح على مكان بعيد، رح نبلش حياة جديدة مع بعض، وهذا اللي بدك يا موهي؟ وأنا هادي اللي بدي إياه، بس ابنك ما بده. شو قصدك بهالحكي؟ حكيت مع أصلان وهو وافق يروح. قال إنه ما رح يتخلى عن حبه لريان بنوب. أصلان مستحيل يروح وهو كذب عليكي. لا تكذبي علي أبداً، قلت لك أنا حكيت مع ابني. خليتهم ياخدوا أصلان. هو قضى ليلة مبارح ببيته الجديد، خليتهم ياخدوه لأني كنت مجبورة أني أحميه، وأنا بعتقد إذا ضل محبوس لفترة رح يكون بأمان. لا تشغلي بالك، رح أبعتك لعنده كمان. رح تروحي لعند ابنك وتضلي جنبه، بس ما رح تحاولي أنك تطالعي، وإلا رح يكون التمن غالي. هلأ فكري منيح وأعطيني قرارك، يا بتستني لأخدك لعنده وبدون ما تعملي مشاكل، أو ما عاد تقدري تشوفي مرة تانية. يعني بدك يعني يكون حارسة لحفيدك مو هيك؟ مزبوط، وبهاي الطريقة بتكوني حميتي لابنك وما جبرتي تبكي فوق قبره أبدا. ما في أي شي فرات، بين انه ما انحفر اي قبر هون، ما في جثة اي حدا بس تراب. ما في وثيقة للدفن ولا حتى شهادة وفاة، وعلى اساس هذا قبره بس ما في حدا هون. برأيك شو معنى هالشي ميران؟ معناته انه اخوه لجنول لساته عايش. عايش؟ معناتها عزيزي خانم لما جبرت جنول على الطلاق كانت عم تقول الحقيقة. اي مزبوط، ستي قالت الحقيقة، بس جنول بتعتقد انها كذبت، لانه ستي ما خلت جنول توصل لأخوها. طيب وين هالرجال؟ بينات. كيف بيناتنا؟ مين هو يا ميران؟ أصلا يعني الرجال يلي كذب وفات بيناتنا أصلا كرهان.
يعني أصلاً يلي عم نركض وراه بيكون أخوها لجنون؟ بالضبط يا أخي. أصلاً بالحقيقة اسمه أصلاً أصلاً، يعني ابنها. كل شي بلش لما انخطفت ريان. ريان! تتذكر لما رجعوه وكان في بجيبتها ملاحظة؟ هديك الملاحظة الأولى كانت لست. ريان! ريان! ريان سامعتيني؟ ليك ميران، في شي لازم أخبرك إياه، بالأحرى لازم ورجيك إياه. بس الشخص يلي بعت الملاحظة مين هو يا ترى؟ شو هو؟ الشباب يلي خطفوني حطوا هاي بجيبتي. بعدين اجت ملاحظة تانية أعطتنا شوية أمل وخلتني لاقي ستي شكرا. بعدين عرفت علاقة أصلان بالملاحظات لما لقيت مسودات الملاحظات ببيته، وأهم شيء لو جنون ما خبرتني إنه ستي عرضت عليها تعطيها أخوها مقابل تتطلق مني ما كنت رح شك بهالموضوع. بس لما حكت لي جنون بلشت شك. كل اللي مكتوب بالملاحظات بأثبت ألاعيب ستي أو بيحطها بموقف الكاذبة. كان في شخص تاني غير يلي من عائلة شاد أوبلو بيكره ستي عزيزة لدرجة الموت، بس مين؟ ميران، إذا اللي كتب الملاحظات هو أصلان، شو خلاك تتأكد أنه هو أخوه لجنون؟ ستي تضايقت من أصلان لأنه أنقذ حياة آزاد بعد ما أوصل، أو هيك كان بديانا نعتقد. بس لما شفتهم مع بعض أنت شكيت بعلاقتهم وطلبت تقارير الدفن. تماما هيك، لأنه مو معقولة كل هالصدف، وخاصة يا أخي أنه الرجال اسمه أصلان كمان. طيب إذا كان هالرجال هو ابن عمك عن جد، ليش ما عم يطلعوا بيخبركم بهذا الشيء؟ ليش ما بيقول لجنول أنا أخوكي؟ لأنه على أغلب إجا لهون لحتى ينتقم من ستي، على مبدأ أنه عدو العدو بيكون صديق. أنقذ حياة آزاد لحتى يتقرب من عائلة شاد أوكلو. معناتها ليش خلاك تصير عدوه وما تقرب منك يا ميران؟ لأنه إذا يلي عم تقوله صحيح فهو بيكون ابن عمك. لأنه أصلاً في عنده هدف تاني غير الانتقام من ستي. شو هو؟ بده الحياة اللي أنا عايشها، وبده ريان. شو؟ ريان؟ بعتقد أنه وقع بحب ريان، وهالشي قلب له كل خططه. ايه يا أخي، نحن شفنا اللي بدنا نشوفه وفهمنا اللي بدنا نفهمه. هلأ لازم نعرف شو يلي عم يصير لنكتشف كل الحقيقة. يلا لوي. ممكن يجي لعندي شي حدا ليساعدني؟ تفضلي يا خانو. ممكن تجي لعندي، في شوية أغراض بدنا نطلعهم من الغرفة. على راسي. ما خلصنا من سلطانة أنت إجيتي ريان؟ لا تكوني عم تحاولي تصيري الخانم هون فوق روسنا. عرفت شو الأغراض بدك تطلعهم؟ أنا والشباب منحلها، لا تقلق. شكراً إلك. خير يا حضرة الكنة. ما في ولا شيء، بس في كم غرض بدي طلعهم من الغرفة. صار عندي فضول أعرف شو اللي بدك تطلعيه من الغرفة بدون ما تسألي أو تاخدي إذن. مين بدي أسأل أو أخذ إذنه مشان طلع غرض من غرفتي؟ والله معك حق باللي عم تحكي، أنت ببيتك اعملي اللي بدك ياه. ما عم ساوي هيك لأتسلى، أنا بس عم ساوي اللي بشوفه صح.
يا حاج ممكن تطلع شوي؟ نعم يا خانو. لما يوصلوا الأغراض يلي طلبتهم مشان ستي شكران خبرني، رح أهتم فيهم بنفسي. تمام؟ تكرمي. هلأ بعد إذنك لا تلهيني، لسه عندي كتير شغل. شو هالشغل يا ترى؟ والله بدي أحط زريعة وورود بالتراس يلي فوق ليصير في حياة بهالقصر، وبدي رتب المطبخ، يعني مشغولة كتير. لا تتجاوزي حدودك، هون مانو قصر شات أوغلو، يعني مانو بيت أبوكي. بصفتك مين عم تساوي هالشي؟ بصفتي سيدة هذا القصر، كنت آل أصلان. فهمتي هلأ أنا مين بكون؟ هاد صار بيتي، وأنا فيني غيره مثل ما بدي. أنا لسه ما متت. بالعكس أنت متي، وخاصة بقلبه لميرا، الشخص يلي قررتي إنه لازم يموت. شو عم تخبصي؟ شلون بدي أسمح إنه حفيدي؟ ما ضل عندك حفيد يا عزيزة خانو. أنت مانك موجودة بالنسبة لنا، نحن ما عم نشوفك، لأنه الظلام يلي أنت عايشة فيه ما بيخلي حدا يشوفك. أنت ما في عندك صوت ولا في عندك روح، انتي مجرد جسد بدون روح، وما في حدا بيهتم فيه. فهمتي؟ يلا تعالوا، عن اذنك اذا ما ضل عندك اسئلة، لو سمحتوا طلعوا هدول الاغراض بالاول. هالشي يا أصلان، أنت وريث عائلة أصلان، رح نترك نيران والانتقام وكل شي ورانا ونروح من هون. ليش ما تقول الحقيقة لنيران؟ أنت رح تقله إنه هو من عائلة شادو. أنت رح تجمع بين ريان ونيران. أنت بدك ريان، بس ريان ما بده غير نيران، ما بده يعني. كل بده يخلص منك. ما بيحبوك يا أصلان. مستحيل. نيران بيقتلك. ما بيحبوك يا أصلان. ريان بتحبك أصلا. بعدين حبستي. ريان بتحب نيران، مستحيل تحبها. كل بدي يخلص. ما بيحبوك يا أصلا. رح خلي الكل يحبوني، وبالأخص ريان، لأني رح أنقذهم من هالمعاناة. شغال الضوء، معقول يكون جوا؟ ما في حدا جوا. شلون بدنا نفوت؟ إذا ما لقينا أصلاً لازم نلاقي شيء أسهل يوصلنا لعنده. بشو عم تفكر؟ مجبور أتصرف بأسلوب ميرا. شو هاد يلي عم تساوي ميران؟ انت رجعت من الموت يا رجل ولسه ما تعافى جرحك. هلا اتركك مني ودور بالغرف. يلا اكيد في شيء اسهل. اكيد.
شيء أثر. شو عم تساوي هون؟ وينه اصلا؟ مانو هون. يلا روح ونلعب بسرعة. شلون بتفوتوا على بيوت الناس مثل الحرمية وبتسألوا عنه؟ بس سألتك اصلا وينه؟ مانو هون، راح سافر برات البلد، فهمت؟ سافر برات البلد؟ مثل ما سمعت. يلا روحوا بسرعة. اصحكم تجوا لهون مرة تانية، أو بالأحرى يا ريت تاخدوا الإذن. يلا نلعو نلعو لبرا لشوف. يلا روحوا. ماشي ماشي رح نروح، لا تعصب. ما عجبني هالبيت، لا تقلق رح نروح فورا. لا تواخذني، أنا رجال عصبي كتير، ما بتحمل اتقلع ابنه. أنا ما شفت شي. أنا بنصحك تحط المفتاح احتياط برا منشان إذا حدا إجا وما لقاكن هون. انهيارك على ايدي يا ستي. نيران شاف هالشوفة؟ نعم محفوظ. آسيا، نيران وفرات كانوا بالبيت، والظاهر انه انفتشوا بكل مكان. وقدروا يلاقوا شي يا ترى؟ وينه أصلان؟ ما بعرف شو لاقوا، بس هنن عم يدوروا على أصلان كمان. معناتها لازم تلاقيه بسرعة قبل ما يلاقوه هنن، وطبعا لازم نخبر الخانم بهالشي فورا. كأنه الأرض انشقت وبلقته. ممكن تكون عزيزة خانم ساوت له شي؟ ما بعتقد، هي بتهتم فيه مثل عيونها. بس إذا عرفت إنه عم يقابل أمه بيتغير الوضع، لأنه سمعته عم يقول لأمه إنه رح ياخدهم ويروح. وين أمه هلا؟ السلطانة خانهم هون بالقصر، وبتعرف إنه جونور عم تضل بالفندق. تمام، إذا عرفتي شي خبريني. تمام.
ما عم بقدر صدق يلي عم يصير. مرت عمي سلطانة بتعرف انه اصلا عايش وحتى هنن عم يتقابلوا. انت شو عم تقول يا اخي؟ انا سمعت كل حديث محفوظ، كانوا رح يروحوا من هون. اصلان بيعرف شي عن ستي بس للاسف ما له اثر منه، يا اما هو هرب من ستي او ستي عرفت بعملته واخدته. رح روح على هداك العنوان، لازم لاقي اصلان باي طريقه. بس دير بالك ميران، انتبه كتير منيح وخبرني شو بصير. فرات، بتدوروا بمحطات القطار وبتدوروا بالمطار كمان، بجوز اشترى شي تذكرة سفر باسمه، تمام؟ إذا عرفت شي بتخبرني فورا. وأنت كمان خبرني. حتى إذا أزيت حالك ما فيك تطلع من هالغرفة. أصلاً أنت خليك هون، انتبه منيح. افتحوا الباب. أصلاً مين أنتو؟ عزيزة خانم بعتتنا، جينا لنفحص أصلاً بيك، شو صاير معه؟ وضع الولد مو عاجبني بنور، فوتوا. أصلاً وينك أنت؟ أصلاً هاد أنا ميران. وينك يا أصلا؟ وينك؟ ايه فاروق؟ لا أنا ما طلبت منهم يشتروا أي بيت. إذا عزيزي خانم طلبت هالشي أنا شو دخلني بالموضوع؟ طول عمري وأنا بكرهك يا عزيزة، وأنت بتعرفي هالشي. لما عرفت أنك بعدتي ابني عني كتير تمنيت أنه أخنقك بإيدي، بس ما عملتها. تعرفي شو السبب؟ لأني فهمت كتير منيح شو هو وجع خسارة الأولاد. ما حبيت ريحك من العذاب يلي جواتك بالقتل. بدي ضلي تحترقي بنارك. بس انت ما خسرتي ابن، انت خسرتي القوة يا سلطانة، وهلأ رجعتيها. انا يلي خسرت ابني. اصحك تقارني حالك فيني مرة تانية. خدي ابنك وبنتك وروحي من هون، واهتمي فيهم كأم. انا ما بدي شي تاني. خير مرت عمي.
شو انتي مسافرة؟ لا انا رايحة لعند جنول على الفندق وكنت عم ودع ستك. لا تتعبي حالك، انا جبت جنول عشان ما تضل ستي بعيدة عن حفيدتها. جنول لقيت انه ما بيكفي هالشي وجبت لكم شخص تاني. حفيدة لستي. وابنك مرت عمي. أصلا يا ستي. ما حدا عنده شي يقوله؟ مرت عمي؟ ستي كنتي بتعرفي انه اخي عايش؟ صدقيني قلو خربت لي لعبتي مرة تانية، مو هيك يا ميران؟ خليتني ارجع عن الطريق اللي كنت ماشي فيه. استنينا الوقت الصحيح. لا تقلي لا جنول بترجاكي، لا تحكي هيك، اصلا اخوك وانا كنت رح احكي لك هالشي اليوم. ستي اخذت مني كل شيء وهلا امي كمان. انا ضحيت بكل شيء واستغنيت عن حياتي وسعادتي مشان اخي. فهميني بنتي، قسما بالله كنا رايحين لعندك هاي الليلة مشان نحكي لك الحقيقة، وكنا ناويين انه ما عاد نخبي عنك اي شي بعد هلا. تحت سقف هالبيت ولاد مشتاقين لامهاتهم وابائهم. ليش يا ستي حولتي هذا البيت ميتم لعائلة اصلا؟ شلون ساويتوا هيك فيني؟ بكفي. أول مرة بيكون معك حق ستي، لأنه عن جد هالمرة بيكفي. قلت أنه ستي مستحيل تكون ظالمة لهالدرجة، بس كنت غلطان. لأنه أنتي للأسف كتير ظالمة لدرجة تفرقي طفل مولود جديد عن أمه. ما دخلني. مين لكان؟ مو أنا. احكي مين؟ أنا مالي أي علاقة. تا
بتعتقدوا اني ظالمة كتير لدرجة انه فرق طفل صغير عن امه؟ بس انا ما دخلني. هديك الليلة رئيس الأطباء طلبني لعنده وقال لي إنه حفيدك مريض كتير يا دوب يعيش كم ساعة. وقت متت من قهري. سلطانة كانت طالعة من العملية وتحت تأثير المخدر. كان بدي أخذ حفيدي أصلاً لعند أمه مشان تضمه ومشان هو يشم ريحته قبل ما يموت. بس لا، في حدا أخده. في مرة تانية اجت على المشفى وقالت إن عزيزة أصلاً فتون أصلاً، وهي بتكون أخت صغيرة لجدكن. كذابة! أنا متأكدة إنه هي كذبة جديدة من أكاذيبك. ليش لحتى أعملها؟ آه؟ ليش لحتى كذب؟ ما جنيت لدرجة تفرق حفيدي عن أمه وأحرمهم من بعض. فتون يلي خطفته. شو يلي خلاها تخطف طفل كان رح يموت؟ ما كانت بتعرف إنه رح يموت. كانت رح تهدد سلطانة وتستخدمها لصالحها، وبهالطريقة تقدر تسيطر على كل الأمور وقوة عائلة أصلان. ظنت إنها رح تاخد كل شي بملكه. هي كانت بتكرهني كتير، وحتى إنه ما كان بدها ياني اتزوج جدكن أبداً. دورت عليه سنين، ليل نهار. أنا كنت بدي أعرف وين دفنت حفيدي مشان نيمه جنب أبوه. أنا ما تخليت عنك ولا لحظة يا حفيدي. سنين عم دور عليك لحتى فتون واجهتني بهالشي. صحيح خلتك تعيش، بس هي كانت رح تموت. كانت مريضة كتير. هديك اللحظة فهمت العدالة الإلهية. كان عمرك لما عطتني إياك يا دوب 3 سنين. عشت وحيدة بهالبيت وعندي أطفال يتامى، ونار الانتقام اشتعلت وإيدي مربطين. شو كنت بدي أساوي وكيف كنت بدي أحمي حفيدي أصلاً من هالشر الكبير الموجود حوالينا؟ فقررتي. تتخلي عني مشان انتقامك يا ستي. وخليتي واحد تاني من آل أصلان عايش. ليدون نسلك. اي صح هالشي، عملتها هداك اليوم وعملتها هلا كمان. عملت هيك مشان احمي نسلي. وهاد كل شي. معقولة؟ ما خفت ندفعك الثمن على اللي سويتيه فينا؟ إذا كنتوا بدكن تحاسبوني هلأ يلا تفضلوا، بس أنا مالي ذنب اللي صار. أنا ما حرمتك من أمك يا أصلان. دائما في عندك حكايات وأكاذيب ستي. ستي بالبداية كذبت علي بخصوص أخي، وأنتي كمان، وأنتي سويتي نفس الشي. وأنتي خبيتي أخي عني مثل يا أمي. وأنتي
خبيت حالك عني كمان. مو مثل ما بتعتقدي. أنا رحت لعندك عبيتك وحكيت معك، بس عملتني مثل حدا غريب وما بتعرفه. أختي. أنا ماني أختك. صحيح أنا في عندي أخ، بس مو أنت. فرات، ممكن تاخذني من هون؟ لأني بختنق كل ما شفت هالناس الوحوش. لا تروحي، كثير ترجيتك يا ابني وقلت لك مشان الله خبرها. كان بدك تحميني يا ستي بس ما قدرتي، أذيتيني أكثر من الأشخاص اللي بتسميهم أعدائك. أصلاً أنت لوين رح تروح؟ هذا بيتك والمفروض تضل هون. ما بدي. رح تبقى. قال شاد أوغلو رح يأذوك لما يعرفوا حقيقتك، لأنه ميران ابن عمك. أصلاً هذا بيتكن يا ستي مو بيتي. أنا غريب بالنسبة للي بهالبيت. لا. وطبعاً بفضلك. حاسس انه تسكرت كل الابواب بوشي. اذا حاول ساوي اي شيء بفشل، بس ما في غير حل واحد، هو اني اقنعه لميران ونروح انا وياه على المشفى ونساوي تحليل، بس مستحيل يقتنع انه يساوي هيك شيء. تحاليل؟ ايه، برأيي ما في غير هالطريقة هي، وهو ما رح يقتنع. صحيح أنا تذكرت شي. تعال هازار. شوفي، تتذكر لما أنت فتت على المشفى واحتجت لحدا يتبرع لك بالدم؟ بس وقتها لما نقلوا لك الدم فجأة اجتك نوبة وساءت حالتك. وقتها سأل الدكتور إذا في قرابة بينك وبين الشخص اللي عطاك الدم. شو يعني؟ قال الدكتور إنه ساءت حالتك كتير لسببين، وواحد منهم إنه يكون المتبرع حدا بيقربك، ولسه ما كنا منعرف مين اللي أعطاك الدم. وبعدين بابا خبرنا وقال إنه المتبرع ميران. ها؟ يعني أنت قصدك تقولي إنه ساءت حالتي لأنه اللي تبرع لي بالدم هو ابني ميران؟ ليش ما يكون هذا الشيء صحيح؟ تعتقد إنه هالشيء مستحيل بعد كل هالصدف؟ معناتها بروح على المشفى وبحكي مع الدكتور بهذا الشيء؟ الصبح بتروح على المشفى وبتشوف الدكتور. أنا مصدقة هاي الحقيقة هازار، برأيي ميران هو ابنك.